بسم الله تبارك الله على السيرة رشيد، تحياتي ليك اش اخويا رشيد، وتحياتي وتبارك الله عليكم وربي يحفظكم. واش السي رشيد كان شي جديد؟ ايوا ان شاء الله ان شاء الله، شويه بشويه جديد توجور ان شاء الله. احنا دبرت على واحد الصديق هذا الاستوديو هذا، استوديو زين تبارك الله ان شاء الله، نبقاو نديروا فيديوهات زينين، فيه صور زينين وكذا معايا، غادي نصور لهم فيديوهات ان شاء الله. ان شاء الله راه عيط لي مسكين، قال لي اجي نشوف المحل بدون مقابل، الله يخلف عليه، الله يخلف عليه. الانسان هكذا يتعاون الانسان هكذا ضروري، ولكن كاين واحد الطبقه ديال اللي يجوا الله يحفظهم. واه حنا ملي كنا بحال نقولوا في الصغر ديالهم ما كانش هذا الشيء هذا، واليوم الحمد لله دابا تطورت، تطورات والدراري كيفهموا شي حوايج انا ما فهمتهمش ولاو يفهموني، والله يحفظهم. ايوا الانسان يقول تعرف مازال معلم، هذاك الشيء اللي كاين، الانسان زادو شي مجال ما عرف حق الرجال. هذه هي الهضره السي راشد، وتبارك الله عليكم خوتي. ايوا ان شاء الله نتمنوا جميعا غالي التعريف سي امين تبارك الله عليه، امين فلوجر نتاعنا، الله يحفظه. حتى هو عنده واحد قناه، حتى هو عنده حويجه ديالو، ورحنا غادي ان شاء الله حاجه مور حاجه، حتى قلت ترى مرتاح من الواد ان شاء الله. وتحياتي خوتي في الدومين كما نقولوا، كاع احنا غرباء، كاع احنا داخلين. ايوا ضروري غادي تكون واحد المفاجاه ان شاء الله من بعد، ولكن الانسان ما يزربش. ايوا الانسان هو المهم يتسناو جديد، وما ينساوش ابونا، هذاك هو باش نطلع عليه ضروري اشتراكات، خصهم يشتركوا. ايوا بحال هذا المحل اللي كنت بغيت نحكي لكم، عطاني السيد تكريه بواحد البركه في الشهر باش تصور فيه ولا دير شي حاجه. دابا عطاونا هذا المقر هذا، قال لك تات ونشوفوا اللي فيها الخير الله يجيبها. علاش قلنا لكم بعد خصو يتابونا بارطاجي لي كومونتير، يعني شي تشجيعات، يعني شي تعليقات بغى يقولوا يصيفط لكم كومونتير، عاود يقول لك اودي بان له شي بلان بغى يفيدنا به، قد ما عارف العقل هذا العقل يحفى شي حاجه جديده بان يقول لنا واش نديروا عليها ولا مرحبا. والغلط عاوتاني كذلك راه على الغلط، ها شنو هذا الشيء ماشي زين ولا كل شيء كنتحملوه الحمد لله. والله يحفظكم خوتي وتحياتي، وغدا الجمعه ان شاء الله جمعه مباركه، وهذا الفيديو ان شاء الله غادي يتلانصا ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا بيس ليكم، تحياتي لما ديك